يعني احنا كنا في الفاصل ما بنهزرش، كنا في الفاصل قاعدين نتكلم انا وضيفي العزيز اللي نورني في الاستوديو على فكره لو نقلنا من بيت لبيت، لو حبينا ننظف بيت عندنا ميزانيتنا دي مش كان عامل ازاي. فقره الديكور مش بس ان احنا نتكلم على الاضاءه، مش بس نتكلم على توضيب المطبخ، مش بس بنتكلم على الزرع الموجود في البيت، مش ولكن هو احنا لو بننقل من بيت لبيت، فكره استخدام الخامات، فكره توضيب واسلوب ظهور بيتنا بشكل جميل. ممكن حد وقعد دايما يقول لي ايه، وعلى فكره دايما بيتقال انتوا بتتكلموا ببساطه الموضوع مكلف قوي. طيب لو بعدنا شويه عن الاسعار مش هنغفلها، ولكن اتكلمنا على الخامات وكيفيه وجود خامات تؤدي لفكره الدفى زي الاختيار، الكلمه اللي اختارها ضيفي دلوقتي حالا، ازاي نقدر نختار الخامات بشكل صحيح وتوصلنا اللي احنا عايزينه. خليني ارحب بالمهندس المتميز مهندس ديكور خالد كمال واقول له وحشتنا وانا بستمتع وانا موجود معاك ونهارك دايما سعيد. ربنا يخليك، نهارك سعيد، انا اللي مبسوط ان انا موجود معاك النهارده. ربنا يخليك. والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده موضوع مهم جدا وفي شويه حاجات متداخله شويه. خلينا نقول ان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده العنوان المميز ليه او اهم صف فيه هو فقه الاولويات. بمعنى ان مفيش عميل او نادرا لما بيبقى في عميل البادجت بتاعته مفتوحه، فكره ان هو عايز يعمل حاجه كويسه وخلاص بدون عامل التكلفه. يعني حضرتك تسال لما بنبدا اول ما نتكلم تسال، ممكن تسال عميل مباشره انت حاطط رينج تكلفه قد ايه؟ ده بيعتبر تاني او تالت سؤال كنت لازم متاكد انك هترد عليه تقول لي كده بالظبط. لا مهم جدا، ما اقدرش اشتغل تصميم بدون معرفه البادج بتاعت العميل قد ايه. لان الفكره كلها ان بناء على البادج دي انا بحدد هستخدم خامات ايه واماكنها فين. لا ثواني، هتستخدم نوع خامات ايه؟ ماشي، ايه اماكنها ايه دي؟ هو ده فقه الاولويات. الفكره كلها ان انا لو حاطط مثلا للمكان عندي رينج 300,000 جنيه تشطيبات مثلا، تمام، انا كمهندس لازم ببقى عارف كويس هستخدم ال 300,000 جنيه دول في ايه، ايه الحاجات اللي ليها اولويه ان يتحط فيها التكلفه الاكبر. زي مثلا الحاجات الاساسيه اللي هي صعب بعد كده العميل يغيرها زي الدهانات، سوري زي الارضيات. لكن مثلا حاجه زي الدهانات سهل ان هو قدامي يغيرها او يعمل كلادنج للحيطان بالشكل اللي هو عايزه، يركب قشره خشب، يركب وول بيبر. لكن مثلا الارضيات هيبقى صعب جدا ان انا اكسر بعد كده الارضيات عشان عايز اغيرها واركب حاجه احسن. فممكن احط من ال 300,000 جنيه دول مثلا 100,000 جنيه في الارضيات. ليه؟ لان الارضيات هتفضل مكمله معاه بقيه عمر كلها. فركب مثلا الارضيات خشب او ركبها مثلا اتش دي اف في الغرف، فركب له خامات في الارضيات غاليه. انت ليه قلت كلمه في الغرف؟ لان الثقافه المصري عندنا ما بتقبلش ان الاتش دي اف يتركب في الريسبشن او في اللوبي او صح. في الكلام ده صح، بحجه ان هو مش بريزنتبل قدام الناس، رخيص او بمعنى اصح مش شيك قدام الناس تخش تلاقي الارض خشب. بس هو مش رخيص يا باشمهندس بالنسبه لخامات تانية رخيص، يعني بالنسبه للرخام رخيص، يعني هنقول متوسط الاسره المصريه ان هي مش هتعمل رخام. ممكن زي ما كنا بنتكلم دلوقتي حاجه تدي شكل الرخام، ولو مش عايز اروح للسكه دي. البورسلين تقريبا البورسلين الكويس نفس سعر الاتش دي اف، لكن في الاخر خالص واحنا بننتجه عندنا صناعه محليه، يعني برضو مش هنقول المستورد عشان ما يبقاش غالي قوي. بالظبط، بس برضو ستيل في فرق في فرق الاثنين اربع في السعر. انت امين قوي صراحه. بس الفكره كلها ان في الاخر خالص البورسلين بيديك الملمس والتكتشر اللي انت عايزه. ففي الاخر خالص بالنسبه للعميل المصري مين اشيك، بورسلين على شكل رخام او في تعريقات رخام ولا اتش دي اف؟ لا البورسلين بالنسبه له اقيم، رغم ان انا كمهندس ديكور لا بالنسبه لي الاتش دي اف اقيم. طيب انا عايز اقف بس عند النقطه دي، هل الاسره المصريه او رب الاسره المصريه او الزوجه لما بتيجي تختار بتختار بناء على الشكل، ولا بيجي انت بتتعامل مع يعني نوعيات مختلفه من الفكر، ولا بيجي في ذهن العميل الشكل وطريقه تنظيفها وطريقه تلميع وطريقه، ولا الموضوع بيبقى الصيانه بره الحسابات خالص؟ لا طبعا، احنا عندنا الست المصريه بالذات اول حاجه بتفكر فيها موضوع التنظيف والاستخدام العملي. بس اللي لازم الناس كلها تعرفه ان خلاص دلوقتي المشاكل دي كلها اتعالجت. يعني مثلا الاتش دي اف دلوقتي بقى فيه اتش بي ال،
ال HPL ده مضاد للمية وقوي للاستخدام في المية لدرجة ان هو في منه انواع بتستخدم او الدور. فالفكرة كلها ان خلاص اصبح في معالجات وخامات دلوقتي كتيرة جدا بتعالج المشاكل العملية. بس ستيل لسه احنا متمسكين بنقطة ان لا ده عامل زي الباركي بيتفك وبينطر من مكانه ولما بيجي عليه مية بيقب. خلاص الكلام ده صح. اتعالج. اللي هي الثقافة شوية التكنولوجيا بتتقدم يا جماعة. بالظبط. فالكلام ده دلوقتي اتعالج جدا. دايما لما تيجي تبص بص على حاجتين في التنفيذ بتاعك. بص على الشكل اللي هو ليه علاقة بدرجة اللون بالديزاين بتاعك هيليق عليه ده ولا لا. الكلام ده كله الشكل. يعني احنا مثلا لو بنتكلم على الباركي والسيراميك اللي على شكل باركي. الاثنين كشكل تقريبا واحد. انا وانا واقف بعيد كده بتلخبط. بالظبط. يعني من غير ما لمستش. يعني الاثنين هيوصلونا لنفس الكونسبت الديزاين اللي احنا عايزينه. ماشي. تمام. دي نقطه الشكل. والنقطه الثانيه وهي الاهم بالنسبه لي هي الاحساس او الملمس او الفانكشن بتاعه الخامه. اللي هي كلمه انت قلتها لي قبل ان ده الدفى. بالظبط. يعني الرخام. بس الكلمه دي انا استغربتها قوي. بالظبط. يعني الرخام مثلا عيبه ما بيستخدمش في الغرف. ليه؟ عيبه انه بيعمل سقعه. لو الجو عندك فيه طيار هواء او مع الرطوبه او الكلام ده الرخام مش دافي. الرخام بيعمل لك سقعه في الاوضه. فلازم تغطي مساحات كبيره منه بسجاجيد. فانت دفعت فلوس كبيره في خامة محترمة عشان تغطيها بسجاجيد. صح. احنا بنستخدم دايما الـ الرخام في الاماكن للضيوف ريسبشن انترنس عشان تظهرها. بالظبط. وانت مش معقولة يعني هتركب بالتكلفه دي كلها وبعدين تغطيها تاني. بالظبط. تصدق يا باشمهندس انا سمعت يعني تصديقا على كلام حضرتك يعني احدى الصديقات زوجة بتقول انا فكره ان ما بنزل مثلا من على السرير احط رجلي على الارض او لو قاعده كان بحط رجلي على الارض ملمس السيراميك في اوضه النوم بيضايقني. ده حقيقي. فوقفت قدام الكلمة شوية. ده حقيقي. رغم ان السيراميك هيديك نفس شكل ال HDF. لا خلاص الشكل حليناه. بس بس ملمس السيراميك مختلف. الفانكشن بتاعت الخامة اللي بتوصلك في الاخر قاعد في الاوضة سقعان حاسس زي ما احنا بنقولها كده حاسس برد داخل في عظمك. ال HDF مش كده. بالظبط. ال HDF مش كده. ال HDF خامة دافية جدا مش محتاجة انها تتغطى بسجاد. فخامة دافية. وبعدين دلوقتي في منها أشكال كتير جدا ودرجات ألوان كتير جدا فقدرت أنك تعمل بيها ديزاين بشكل حلو. فهي الفكرة في كده دايما نبص على الحاجتين دول. السيارة مكلفة؟ لا خالص. خالص؟ خالص. لا خالص. وست البيت تقدر تقوم عملية سيارة بالنسبة للأخشاب؟ لا. أنا بقى مش بقولك أنت أمين قوي في العرض. يعني ممكن السيراميك أو البورسلين أو الرخام أيا كان يعني هنستخدمه فين ده ممكن ست البيت او اللي بتنظف تقدر تنظفه ببساطه. مسطح هنقدر نلمعه او ننظفه زي بيقولوا بالمساحه بالشرشوب ايا كان. صح. ولكن الخشب هنا لا الخشب دلوقتي نفس القصه بس ال HBL مش ال HDF الحديث قوي. بالظبط. ده هي اللي هو المعالج. اصل دايما هنسال يا باشمهندس خالد الصيانه او تلميع او الحفاظ على نوعيه الخشب. لا دلوقتي في طبقات كتير معالجة للكلام ده وموجود خامات منها كملمة زي الورنيش موجود سواء الخامات الكيميكال او ماتيريال الخامة نفسها الماتيريال الأرضية نفسها دلوقتي موجود حاجات كتيرة جدا بتعالج المشاكل دي. فاحنا ما عندناش مشكلة في ده. عشان كده زي ما بقول لك اهتم اكتر دلوقتي بالشكل في المقام الأساسي طبعا بالنسبة للناس اللي تكلفتها محدودة. وتاني حاجة بالفانكشن خامة وظيفة الخامة. بالظبط. هو كلمة في حد ذاتها غريبة شوية. بالزبط. وظيفة الخامة لأن ممكن محدش يفهم الجملة. بالظبط. فهي دي أهم حاجة. أو ذات وظف. بالظبط. أو ذات وظف خامة. بالظبط. لا مش ازاي توظف الخامة او ازاي توظف الخامة دي ليها علاقة بالتصميم بتاعك. وعشان كده بنصح دايما انك انت لازم يكون عندك تصميم للمكان. مين يحط التصميم؟ المفروض مهندس بتاع الديكور. ما انا اقصد اسالك السؤال ده. بالظبط. يعني المفروض مهندس ديكور لان انت كعميل لوحدك مش تقدر تحط تصميم. او هتجتهد وترجع تكسر تاني. وانا خايف منه. اللي هيحصل في الاخر خالص انك انت هيبقى قدامك حاجه من الاثنين يا اما تجمع من صور زي ما معظم الناس بتعمل تمام وده في الاخر خالص بيخليك يا اما تكسر يا اما تتقبل امر الواقع. وتاني حاجه ما بيخليكش تعرف تحدد التكلفه ما بتعرفش شقتك داخله في كام. الفكره كلها ان انت قررت ان الحيطه دي يبقى فيها حاجه مختلفه. فقررت ان تحط فيها ورق حائط. طيب ورق الحائط ده نوعه ايه؟ خامته بكام؟ مساحته قد ايه؟ انا ما اعرفش. هي بس الحيطه دي اللي ورا التلفزيون فلازم تبقى مميزه فهحط فيها ورق حائط.
فتلاقي الحيطه دي دخلت معاك مثلا في 2000 جنيه. لا وساعات كمان، وصحح لي يا باشمهندس، انتوا لما بتيجي تركبوا بعض الحاجات، مش لازم ورق الحيطه بالتحديد، ولكن لما بتيجوا تركبوها تقول ايه هنا مش هينفع تركب عشان هنا بيتعرض لحراره شديده او لاضاءه داخله بشكل مباشر، فهنا هنعمل كذا، بعدها ممكن نعمل كذا. فكره توزيع الخامات في اماكن الشقه متهيألي بعيده عن ذهننا احنا كاصحاب بيت ان انا اتكلم فيها. زي ما انا قلت انا ممكن احط ورق حيطه هنا، الله شكله حلو قوي، ولكن انت تقول لي اكبر خطا عملته ان انا حطيت ورق حيطه هنا، ده ممكن يحصل؟ نقط الديزاين فيها مشاكل كتيره جدا، من ضمنهم ومن اخطرهم ومشكله نتكلم عنها، فكره ان العميل دايما بيفكر في الحيطه لوحدها، يعني بيفكر في الفراغ عن هو اربع حيطان مش عن هو فراغ، فبيبدا يفكر في الحيطه اللي ورا السرير هيعمل فيها ايه، والحيطه بتاعه الشباك هيعمل فيها ايه بصراحة. والحيطه بصراحة. هو الصح انك لما تيجي تفكر في الغرفه كلها مع بعض. فانا مثلا المفروض بفكر ان انا عايز اعمل كونترست في الغرفه، فعايز اهدي الدرجات بتاعه الالوان كلها واخلي حيطه هي اللي فيها الدرجه اللي هي الهوت سبوت، الدرجه اللي هتاخد العين، الحيطه اللي هتبقى مميزه، فهعمل لون قوي في الحيطه دي وههدي بقيه الحيطان تاني. لكن تلاقي دايما العميل اللي بيشتغل لوحده ديزاين عامل ايه، عامل مثلا سبيشال بينت على الحيطه اللي في الطرق، وعامل في وشهم حيطه عليها وول بيبر، وبعد كده عامل مكتبه كبيره جدا اللي فيها التلفزيون، لان هو بيفكر في كل حيطه. دي حاجه تنتشر ان هو مطلعها من على اليوتيوب بقى، جايبها من على النت، يعني واضح ان هو طبقها كده. ده اللي بيحصل، اللي هو فعلا كل حاجه تعجبه في صوره بياخدها ويطبقها على حيطه معينه، فخلاص بيطلع معاه الدنيا مش متناسقه وزحمه جدا. غير كده ان هو من حيث التكلفه ما بيبقاش عارف الشقه دي هتتكلف كام وهتدخل معاه في كام، وساعات بيلاقي البادجت اللي معاه خلصت على حاجات ما كانتش مستاهله، وجت على حاجات مهمه زي ما قلت حضرتك مثلا الاسقف او الاضاءات او التاسيسات. انا مش قادر اقلل حاجه من اللي انت بتقولها يا باشمهندس خالد، مش قادر اقلل، يعني واضح ان انا هبقى غلطان لو قلت مثلا خلينا ما نتكلمش على الاضاءه دلوقتي عشان هتكلفنا ونتكلم على كذا. طب خلينا ما نتكلمش عن وجود خضار جوه البيت بشكل ما عشان مش عارف ايه ولا اخره، لكن كل ما ابعد الاقي نفسي غصب عني بقرب تاني، لان الموضوع مرتبط ببعضه مش عارف افصله، وده اللي بيخليني اقول لا يا جماعه احنا لازم نلجا لحد متخصص، ولو حتى نساله نستشيره، لان انت نبهتيني لفكره كمان الدهانات الحوائط يا باشمهندس خالد. الاسهل ان في ناس كتير تقول لك خلاص انا هعمل الاوضه دي كلها رمادي، في ناس كتير يقول لك لا انا الحيطه دي هتبقى كذا والحيطه دي هتبقى كذا والحيطه دي هتبقى كذا. الله، طب هنقف اصلا هركب ستاره لونها كذا وهيبقى لون الخشب بتاع غرفه النوم كذا. الله، ده انا محتاج 6-7 الوان هيبقوا في الغرفه دي. طب ازاي اقدر يبقى في التناسق الغريب قوي ده ما بين الاخشاب وبين الارضيه؟ ما انا غصب عني بقى هضطر اسال الاسئله دي. دلوقتي انا عندي خلفيه حيطان لازم يبقى لها لون متناسق مع خامه ولون الارضيه، متناسق مع الفرش اللي هيتحط، متناسق حتى مع الاضاءه. انتوا بالنسبه لكم سهل، انا بالنسبه لي مزعج جدا. طب انا حابب بس اقول لحضرتك حاجه، او اولا اللي انت قلته لوحده ده لوحده ان انت عندك ثقافه ديكور كبيره. يعني العميل كمان اصعب من كده. العميل لما بيفكر في اللون الاخضر ما بيفكرش فيه ان هو زرق، بيفكر فيه ان هو دهان، يعني لازم يبقى في حيطه لونها اخضر عشان يبقى اسمه دخل لون اخضر في الموضوع. الفكره كلها انك مش لازم تعتبر اللون او طابع المكان فيه لون ان هو مساحه لونيه. يعني لما بقول لعميل مثلا، او لما بشوف عميل بيقول لي انا عامل في الفرش عندي اصفر، انا ممكن استخدم اللون الاصفر ده في كوشنز، يبقى في مجرد كوشنز او بانكيت لونه اصفر، وفاز لونها اصفر عند على رف جميل. لا هو بالنسبه له اصفر ده يعني الكنبه لونها اصفر، الطقم اللي جابه الطقم كله لون اصفر. ليه؟ خلي اللون بتاعك ممكن يبقى طابع في المكان، فازه، كوشن، ستاره، قطعه اكسسوري موجوده على الترابيزه لونها اصفر. انت تقصد ان مساحه اللون يا باشمهندس ما تبقاش المساحه بالظبط، ادي طابع لون بس. لما تبقى عندك الارض درجاتها مثلا بني، وانت عامل الدرجات البيج، وجايب القماش بتاعك اوف وايت مثلا، لو جبت الكوشنز بتاعتك درجات من النبيتي، حطيت قطع اكسسوري لونها نبيتي مع فازه حلوه فيها ورد احمر، اديت طابع اللون في المكان، وفي نفس الوقت ما بقتش الاوضه نبيتي. طب خليني اتكلم معاك بصراحه، لون نبيتي. نتكلم بصراحه، انا عاجبني جدا الكلام اللي انت بتقوله، بس مين وانت بتتعامل مع ناس كتير لها اذواق مختلفه،
مين اللي عنده الثقافة الجميلة اللي أنت بتتكلم عنها دي، اللي هي بيسموها اللي عنده التناسق قوي في الألوان؟ وطبعا أكيد هم السيدات أشطر مننا كتير قوي يعني، بس مين اللي عنده الثقافة قوي قوي دي بحيث يقدر يبقى شاطر قوي عشان يطلع التناسق ما بين الدرجة اللي لايقة من بين الستاير؟ خد بالك انا قلت اللي لايقه، مش اصلا انا ساعات بقى اشوف ايه، انت ما ذكرت بقى الاصفر، ممكن يبقى الطقم ده اصفر والستاره صفراء والابجرات اللي حوالين السرير صفراء، وتدخل تلاقي نفسك دخلت في غرفه نوم الحقيقه هي صادمه. كويس بعد كده. المهم فكره التناسق الالوان، ان حضرتك تدي نموذج للون، والستاره مختلفه تماما، بس حاجه غريبه جدا ان هي كمان متلائمه مع لون الفرش اللي موجود، حتى الفرش اللي محطوط على السرير، حتى مع الوان الخشب، حتى مع الارضيات، برغم ان كلهم مش لون واحد، كلهم مش لون واحد بس كله لايق على بعضه. مين من اللي عنده الفكر ده؟ بص انا طبعا مش هقدر اجاوب على السؤال ده بشكل عشان صحيح. ما تجرحش انا عارف عشان الاجابه تبقى جارحه، بس انا مثلا كمهندس ديكور مش مطلوب مني نفهم في الطب، فالفكره انا ما بقدرش احاسب العميل على ذوقه، لان في الاخر خالص لو عجبك دي شقتك انت اللي هتعيش فيها، عشان كده دايما ما بحبش اقول ان عميل ذوق وحش. بس انت بتنصح بالظبط. اللي اقدر انصحك بيه ان دلوقتي في ويب سايتس كتير باقل نوع من انواع السيرش بتديك التمبلتس بتاعت الالوان جميل. المدروسه. جميل. فانت لو انت بتحب اللون الاصفر بتختار له درجه الاصفر اللي انت عايزها، فهو بيديك كل الالوان اللي تتماشى مع اللون ده. لا ثواني، تديك كل درجات الاصفر ولا الالوان اللي تمشي مع الاصفر؟ بالظبط، تديك الالوان اللي تمشي مع درجه الاصفر دي. تمام. يعني درجه الاحمر مثلا اللي تمشي مع درجه الاصفر دي، او درجه الازرق اللي تمشي مع درجه الاصفر دي، تديك الدرجات اللي تماتش مع درجه الاصفر دي. اللي انا اقدر انصحك بايه، انك تستخدم الالوان دي ازاي. لما يجي لك درجات اللي تمشي مع الاصفر، درجات من الاخضر ودرجات من الازرق، ده مش معناه ان بيقول لك انك ادهن الاوضه اصفر واخضر وازرق، بس استخدم الازرق والاخضر دول. ممكن يبقى الازرق اللي عندك ده مثلا السماء بدرجاته، الفيو لا الفيو حتى اللي عندك من الشباك اعتبره درجه لون. يعني لو انا عندي مثلا بتكلم على شاليه على البحر جديده بالظبط، لو انا بتكلم على شاليه على البحر وعندي شباك كبير على البحر، درجات الازرق بتاعه السماء وبتاعه البحر لازم اعتبرها لون من الالوان اللي في المكان، جزء من الوان الغرفه بالظبط. الاول مره اسمع حاجه. الشوارع او الزرع، لو انا ببص على زرع، شباكي بيبص على زرع والشباك عندي مساحه كبيره، لازم اعتبر درجه الاخضر بتاعه الزرع دي درجه من الدرجات اللي موجوده عندي في الفراغ. هقف كتير على الكلمه دي يا باشمهندس. يعني معنى كده ان انا ممكن لما ادخل بيتي خلاص انا عارف ان انا عندي شباك بيطل على النيل، او شباك بيطل على جنينه، او اول اخره، فخلفيته لون معين، ممكن يحصل نوع من التنسيق والتوائم في درجات الالوان اللي موجوده في الغرفه تتناسب على اللي موجود خارج الغرفه. طبعا مش كده وبس، ده حساب حجم الشباك ليه اعتبارات غير اعتبارات الضوء وكميه الضوء اللي داخله والكلام ده، او اتجاه الشمس. يكفي ان انا لو عندي الفيو حلو في الشباك، يعني عندي مثلا الشباك بتاعي بيبص على النيل مثلا، ده معناه ان انا لازم اهدي الدرجات اللي في الاوضه عندي علشان العين ما تروحش على تصميم الاوضه، العين تروح على الفيو الحلو. لازم ابروز ده بستاير خفيفه تفضل موجوده، والالومتال عندي يكون دبل مساحته كبيره عشان يعمل الشباك ده كانه فريم، كانه لوحه لو الفيو عندي حلو. والعكس، لو انا عندي الفيو بتاعي مكتوم، عماره في وشي، شارع، حاجه شكلها مش حلو، لازم ادري اعمل ديكور حلو في الاوضه وعالي علشان العين تروح له وما تروحش للفيو الوحش اللي في الشباك. انا مبسوط ان استفدت منك على فكره، انا عايز احييك بجد والله. اول مره انا شخصيا جايز حد سمع من الساده المشاهدين، بس انا شخصيا مبسوط انك بتقولي ممكن يكون الفيو عندي مش حلو، ودي حاجه غريبه جدا ان انت بتهتم هنا بديزاين الغرفه عشان يظهر ما بين الغرفه وبين الفيو اللي موجود. وممكن الفيو يبقى عالي قوي واضيعه انا بالالوان اللي موجوده داخل الغرفه، تسحب العين وما ابصش بره. بالظبط بالظبط. يعني انا سوري كده، انا خسرت المكان اللي انا واخده. يعني ممكن يكون الفيو بتاعه تحفه، باللي انا عملته جوه الغرفه اذيت نفسي. طبعا انا عارف، انا مره عميل كلمني على ان انا اجي اكمل له الشقه بتاعته، الحمام بتاعه كان على النيل في الزمالك، عامله منشر، يعني عم فتح فيه شباك وعامله منشر. فتخيل انت مش عارف يستخدم الفيو للدرجة دي. فالفكرة كلها انك ازاي فعلا تعرف تستخدم كل سنتي وكل ميزة موجودة في العقار بتاعك عشان تبرز كل المميزات اللي فيه. المطابخ مثلا، في ناس بتفتح المطبخ امريكان لمجرد انها بتحب المطابخ الامريكان، مش عشان المساحة بالظبط، لا هي المساحة، يعني مش فكرة المساحة انها توسع الشقة محتاجة. المطبخ الامريكان
اشاعه ان هو بيوسع الشقه. هو بيوسع الشقه، هو ليه اضرار كبيره جدا عن ان هو يديك احساس بالوسع. انت الاحساس بالوسع ممكن توصله عن طريق حاجات كتيره جدا افضل. لا وضح لي زي الالوان الاضاءات. يعني ممكن انا لو فتحت عشان ادور على الوسع انا كده ممكن اكون غلط. بالظبط، لانك انت جيت على حساب حاجات كتيره جدا عملت لك مشاكل تانية. فتح المطبخ امريكان ده مش قرار سهل او مش قرار بسيط، لانك انت بتاخد منها اضرار ضخمه جدا. لو عندك الشقه ضيقه بتشيل حيطه. لا، المشكله مش في تنفيذه، المشكله في تبعيات ده. يعني انت لو عندك الفراغ ضيق او المساحه ضيقه، لما بتفتح المطبخ امريكان خاصه لو المطبخ مكشوف بالكامل على الريسبشن، انت خليت الريسبشن كده ثلاث قطع، قطعتين ومطبخ. فالفكره كلها انت بقى الضيف اللي قاعد معاك في المطبخ، يعني بقى من ضمن الحاجات اللي هو قاعد موجود من فيها، ضمن المكان اللي احنا قاعدين فيه المطبخ. ده غلط انك تفتح الامريكان في اماكن ضيقه. هو المفروض العكس، تفتح الامريكان في اماكن واسعه عشان انا حتى لو المطبخ باين بالنسبه لي وانا قاعد بس ما احسش اني قاعد فيه. بالظبط، انت بعيد عنه. بعيد عن استخدامه وعن ريحته وعن صوته لان خلي بالك ان المطبخ ده منطقه عمل في البيت. هي وده حقيقي صح. فبتخرجك صح عن اي نوع من انواع الضيافه اللي بشكل فورمال. فطبعا ده غلط. عندك مثلا خطا تاني، فكره ان الغامق بيضيق المكان على طول. خلاص، الغامق ما بيضايقش، الاضاءه هي اللي بتضيق او تفتح. يعني انا ممكن ابقى عامل الوان غامقه لكن منور باضاءات كويسه، ابليكس، ابلايتس، ستاند لايتس، حتى لو اللون داكن. حتى لو اللون داكن هديت لي كل القواعد اللي عندي يا باشمهندس خالد. فالفكره ان ده اللي بيفرق في الاخر خالص من احساسك بان شقتك خارجه بشكل كويس او انت حاسس ان في حاجه ناقصه. انا عملت كل اللي انا فاهمه او كل اللي انا عارفه بس في الاخر خالص الشقه مش حاسس خارجه زي ما كنت عايز. هو في حاجه في علم الديكور اسمها ده، انا بسال بقى بما ان انا يعني بحاول اتشطر شويه يا باشمهندس خالد، يعني في حاجه ممكن لو انا حبيت اقراها تقول قواعد تصميم ديكورات المنزل مثلا؟ يعني عندنا حاجه كده ممكن لو رجعت، مش صور، خلي صور دلوقتي على جنب يعني، ولكن هل في قواعد ثابته لازم ارجع لها واقراها لو انا مش هقرب من مهندس ديكور افهم منها؟ زي وجهه نظر حضرتك نسفتها لي خالص موضوع المطبخ المفتوح ده. هو مفيش قواعد ثابته، او طبعا في قواعد هندسيه يعني، بس مفيش قواعد للديزاين ثابته. لا ناقص الديزاين. لكن احنا نقدر نعمل نصايح. احنا كنا عملنا حلقه قبل كده موضوع النصايح ده، وممكن نعمل مره نصايح عن الديكور. بس راعي ايه يعني خد بالك من ايه وانت بتعمل التصميم بتاعك لوحدك او انت بتنفذ لوحدك، خد بالك بس من ايه. لكن ان انا اقول لك على قواعد. خد بالك وانت بتنفذ لوحدك. بالظبط. يعني ايه الحاجات اللي راعيها، سواء في التكلفه او سواء في اللون او سواء في اختيار الفرش. يعني مثلا كنا اتكلمنا مره على موضوع ان مش الفرنتشر اللي بتفكر فيه في الاخر، الفرنتشر بتفكر فيه في الاول. لا هو عاده انا بفكر فيه في الاخر بعد ما بنخلص على فكره بقى. لا لازم تفكر انت هتفرش ايه الاول مش الاخر. يعني الكنبه فين، التلفزيون فين، الكراسي مكان، تبدا تفكر في التصميم ولونهم مش إيه؟ العكس. باشمهندس خالد كمان المهندس الديكور المتميز لخبط لي انا شخصيا حساباتي، لان واضح ان انا يعني حاولت اتشطر في موضوع ديكور انا شخصيا فشلت. ولكن شوفوا الخروج بره الصندوق وبره او بمعنى اصح الابتكار، وازاي نقدر نفكر صح عشان ما نهدش من اول جديد. زي ما قال باشمهندس خالد، جايز اخر حاجه هي الفرش، بس زي ما هو قال اول حاجه هنفكر فيها هي الوان الفرش، طريقه التصميم. وانا عايز اشكرك، وواضح جدا ان احنا الحديث مش هيخلص بقى الباشمهندس خالد. انا شخصيا مش هخليه يمشي لان هقعد معاه تاني بعد الفقره، بس هنتقابل معاه كتير وهنفهم منه اكتر في الجديد والتصميمات الجديده وازاي نقدر نفكر بترتيب صح، حتى لو كان الترتيب ده بيوصلنا ان اخر حاجه هنحطها هي اول حاجه هنفكر فيها. انا مبسوط معاك جدا. بالظبط. شكرا جزيلا باشمهندس خالد كمال مصمم ديكور متميز، وعلى وعد بلقاء متجدد ان شاء الله نتقابل فيه ونتكلم فيه كتير عن علم الديكور. شيء شرف. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا نخرج لفاصل ومكملين مع بعض، ما تروحوش في اي حته.